لما أعلنت دولة الإمارات الحياد الكربوني في سنة 2050 كان لابد أن نسأل أنفسنا كيف، لكن لما تنحط الأيادي مع بعض وتكون مركزة باتجاه واحد فأبشروا بالنتائج الطيبة. قد حد يسأل يقول يمكن صعب، لا مو بصعب، قليلة احتفلنا ب 2 جيجا وات مشروع الطفو، مشروع بدأ بإخلاص سواعد إماراتية وخلص بسواعد إماراتية. فأنا ما أريد أقول أن هذا عمل دائرة الطاقة، أريد أقول أن هذا عمل مشترك ما بين الحكومة المحلية والحكومة التحدية، وأريد أترك بصمة عند طلابنا لما يجون على هذا الستيج ولا يجون في مناصبكم أنهم يكونون هم أفضل قادة نسلم لهم الراية.